طبعا كانت صدمة كبيرة، مش فقط ليا لكن طبعا للعائلة تاعو والعائلة تاع الخبر، ونظن حتى العائلة الإعلامية. ما نقدر إلا أن نترحم عليه ونطلب من الله تعالى أنه يسكنه وإن شاء الله فسيح جنانه. طيلة التوازن تاعو كمدير، يعني الخبر كانت عندها يعني هامش من الحرية بالنسبة للصحفيين مارسوا المهنة تاعهم في ظروف أحسن من حيث الجانب، من حيث الحرية، من حيث حرية التعبير، من حيث حرية الكتابة إلى غير ذلك. ولكن عندما تفقد زملاء ما تقدرت إلا يعني تكون مصدوم في كل مرة. غالي صديق، غالي، فقط صديق غالي عليا، صديق ما عندوش ما عندوش ما عندوش ما عندوش مثيل. إنسان طيب متواضع، يحب المهنة تاعو، يحب الجزائر، يحب عنده الخصال تاع الإنسان، إنسان صافي.